لا اصحاب العقول فرحه بقى. يا خالتي انتي بس بتضحكي على ايه؟ يا بنتي والله بقالي مده ما ضحكتش. لا ده انتي قلل خالص يا مريم. طب بس قولي لي اكلمه اقول له ايه؟ عادي بتحصل، قولي له مريم جت تخطب باك مني. لا اذا كان كده بقى يبقى عندك حق. وعلى كده بقى هتجيبي له شبكه بكام والمؤخر قد ايه عشان ابقى عارفه يعني؟ يا خالتي انت بتهزري؟ طب والله لا انا سايباك وراح اتكلم معاه. يا بنت اقعدي هنا الله يقطعك ويقطع جنانك. لو كتاب اللي احنا ما كناش بنات. يا خالتي مالك محسساني كده انك جايه من ايام الفراعنه؟ لم لسانك يا مريم لحسن اطلع اقول لامك الكلام اللي انت بتقوليه ده. طب خلاص خلاص انا بس يا خالتي خايفه على زيزو، هو مش هيلاقي عروس احسن مني ابدا. وبعدين انا مجهزه نفسي ومش هطلب منه اي حاجه، وبشتغل دلوقتي عند دكتور كبير قوي في مستشفى وبقبض مرتب حلو قوي قوي قوي. طب اهدي بس يا مريم وفهمين، زيزو عارف وموافق انك تتجوزه ولا علامكوا الجدع من دول مالوش راي؟ ونسكت يبقى السكوت علامه الرضا. يا خالتي انت بتهزري، انا بتكلم بجد، انا فاهمك زيزو خايف يدخل دنيا، لكن انا بقى الشاي ودي اتاخرت اهو عشان تاخدوا راحتكم في الكلام. يلا يلا عم بخش فيك. كان وراكي ايه؟ لا هو ايه ده؟ لله انا بتكلم مع خالتي في كلام سر. هو اللي يتكلم كلام سر يا مفضوحه انت؟ يتكلم بصوت الجرس دي؟ وانت ايش تكون انت عشان خاطر تسمعي كلامنا؟ يلا هوينا هوينا على بلدك. وعلى فكره يا بخت من زار وخفف يا حاجه. عيب يا مريم. حاجه عليا حاجه عليا، كنت هقول لك وصفه لعبد العزيز تخليه يدوب فيكي ويموت عليكي كمان. جد يا اشجان؟ طب استني استني، خدي خدي اشربي كوبايه الشاي وروقي دمك. اول هام اشجان البنت مش ناقصه مراجيح، دي راكبه الهوا خلقه. لا لا والله هتكلم جد. طب ما تقولي بقى وخلصينا. الشاب في سن عبد العزيز بيخاف من الارتباط عشان المسؤوليه والخلفه، كمان بيخاف يخسر حريته. مرته هتقول له كنت فين؟ اتاخرت ليه؟ عايز البس؟ عايز اكل؟ طب ما اذا كان على كده انا مش هساله على اي حاجه خالص. اقول لك على حاجه تجمد قلبه وتشجعه على الجواز. اي ايش كان؟ قولي لي. الحب. الحب؟ طب ما انا بحبه والله العظيم بحبه، بس انا يعني بتقل بقى والحركات دي. ينيلك بيت، ده الدنيا كلها عارفه انك بتحبيه. مش بتكلم عنك، انا بتكلم عنه هو. ما انا اذا كان عليا عارفه والله العظيم متاكده ان هو بيحبني، بس هو متردد. لكن انا بقى نفسي كده يقول بقى قدام كل الدنيا بحبك يا مريم. لا لازم تدفعي لي عاد عشان اقول لك ده. ادفع لك ايه؟ يبقى زي ما خالتي قالت انت بتشتغليني بقى. جاي اهو. جوال مسجل باسم عبد العزيز عبد الرحيم فضل. جاي ده جاي منين؟ مش سعيد. عبد العزيز موجود ولا معاكي ختمه وهتختمي ولا رجعه البوسطه يجي يستلمه من هناك؟ طول بالك يا ولد الناس، جايه لك اهو يا مرت خالد. مرت خالد جواب جاي لعبد العزيز. طب ما تستلميه لحد ما يجي. اتفضل يا استاذ. متشكرين يا مدام، بس حد يمدلي بالاستلام الله يكرمك. مديلك فين؟ ان شاء الله هنا. ما انت تعرف تكتبه اهو. سلام عليكم. مش باين علي علام ولا ايه؟ السلام. مين اللي بعته يا اشجان؟ جدي فاضل. دلوقتي عرفت الجواب ده في ايه؟ خير يا رب. ايه يا بنت؟ مالي؟ بتعيطي ليه يا بنت الناس؟ هو الجواب باين من العنوان ولا ايه؟ ايوه في حد عارفش كمان. يا بنت قلت لك اعدلي كلام. هاتي هاتي الجواب ما اشوف فيه ايه. تكون ايه غير المحروقه دي قسمه الجواز بتاعت عبد العزيز؟ ينيلك يا دي البيت، هو ده اللي مخليك تعيطي؟ ده انا افتكرتك هتطيري من الفرح. كيف يعني يا مرت خال؟ هتشوفي شكل عبد العزيز دلوقتي لما يشوف القسيمه دي. يا رب اموت يا رب، يا رب اموت عشان الكل يرتاح مني. بتحبيه يا اشجان؟ بحبه. ليه بتقولي كده يا مرت خال؟ لا عشت ولا كنت حتى اقولها بيني وبين نفسي. عبد العزيز ده لازم يحب ست البنات. والله يا بت بقى انا امورك دي محيراني. واحدة غيرك هتقف بعلو صوتها وتقول حق جوزي فين؟ اوضتي فين؟ دولابي؟ ولا حتى تطلب شقة جديدة وعفش جديد؟ كيف الحديد ده يا مرت خالي؟ ده لسه مش مصدق اللي انا فيه. ده كفاية انا بشوفه رايح جاي قدام عيني. تصدقي بالله انا كل ليلة بنام على المخدة واقول ورطتيه يا اشجان وربنا يسامحك. ورطيه في ايه يا اشجان؟ دلوقتي لما يحب يتجوز يبقى كيف الحال عاد؟ يكتب وما يقولش انه متجوز ولا يقول ويخسرها؟ لا يقول الحق ورزق ورزقها على الله ونعمة بالله. لكن زي ما البنت تحب ان هو يكون اول بختها
هي كمان لازم تكون أول بخت. لكن كبت عليك يا عبد العزيز، أول بخت أرمل. سامحني يا رب، سامحني. الله وكذا بالله، أنت بتحبيه أشجان وقلبك مكوي بحبه كمان، بس محرمة على نفسك يا بنتي وخايفة عليك كأنه ضناكي. بس لحد أنت، لحد أنت الظلم ده بس يا ربي. خدي هاتي الراهن. ده ايه؟ طاقي الدكتور اللي بيشتغل عنده كان بيوصلني بعربيته يا زيزو. بيوصلك بعربيته؟ اه. وكمان جايبه له سفن. كورنيش المعادي يا روح امك، كورنيش المعادي. امال انت بتغير عليا ولا ايه يا زيزو؟ قول لي انت بتغير يا زيزو. قول لي قدامي. طب عليا النجمه بتغير عليا. هي حصلت ركوب عربيات مع رجاله غرب. طب اوعى كده لو ماشي كده. اطلعي قدامي. اوعى. كسر دماغي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. فاكر نفسك مالكيش كبير يا بنت؟ فاكر نفسك مالكيش كبير؟ ده انا اذبحك اذبحك يا ولد. اهدى يا زيزو، اهدى يا جماعه. مش عارف يا خالتي، هو بيغير عليا، هو بيغير عليا. اهدى بس بالله وفهمني هعمل ايه بالظبط يا زيزو. بيغير عليك ايه يا بنت المهفوفه؟ استهدوا بالله يا جماعه وفهمونا في ايه؟ مفيش حاجه يا خالتي، كل ده عشان خاطر انا ماليش حد في الدنيا، فقال ايه بقى؟ عايز يعمل لي فيها راجل. اقعدي ساكته انت خالص بس. اهدوا بقى كده يا جماعه بالراحه وفهمونا ايه اللي حصل. الهانم قال جاي راكبه مع الدكتور اللي بتشتغل عنده، وقال ايه بيوصلني؟ يا ولد وايه المشكله يعني؟ ايه المشكله ها؟ بيوصلني بعربيته يا زيزو ها؟ بعربيته. حد يعمل كده يا بنت يا محفوفه انت؟ وفيها ايه يعني؟ ايه المشكله؟ حد ياخد بنتي من قدام. بس اهدى بس. وادع من قدام لما كسرها. حاضر اهدى بس. وحياة امك لو شفتك بتعملي كده تاني هيكون اخر يوم في عمرك وعمره. شفتي يا اشكال؟ ابتدى هو يخير عليا. سلامي خالتي. يا بنت ملفوفه وزي جالها بتسيبك منها. عم روق دماغي، اقعد قطع دراعي ان البنت دي لها ساعه اصلا. انا قلت البنت بيقع ولا حاجه، انا داخل انام. اه يا وليد عايزك. خير؟ لا كان جاي دماغه رايقه، اتننت عليا وفورت دم بنت اللذينه. معلش يا بنت مهبوش، انا واد فعلك. فرحنا وبسطنا معاك. هدايا؟ هدايا هدايا. مالك ناقر ليه كده؟ ما تهدى. خد يا عم، ايه رايك؟ انا طب انا عندي اللون ده يا حبيبي. لا لا خلاص خلاص هبيعه. تسلم لي يا اخويا، ربنا يخليك يا ابني. بصي بقى هدي على جزمه سامي توعى. الله يا حلاوه، ده القماش باين عليه غاليه يا زيزو. ما بلاش عليك يا بنتي. بنت انت يعني. تعيش وتجيب لنا يا ابني. ايه؟ مستنيه انت ها؟ لا والله دخلتك علينا بالدنيا يا عبد العزيز. يا بيت؟ البيت كان عفش من بيت. ماشي. يا 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 ايه ده؟ ما عايزاش يا عبد العزيز. يا بنت خدي خش قيسي. قيس؟ يا عبد العزيز ده لبس زي الممثلين ده بنطلون. ما انت البسيه تحت الجلابيه. لا لا ما عايزاش. ماشي خلاص. انا كنت جايبه لامي اصلا. خدي يا اما هاتي ده. يا بنت خدي يا بنت يا بنت خدي، هم الممثلين احسن منك يا بنت. ما انت خالي ما اقدرش. يلا خش يا حرام. خش بقى. خد يا بنت. يا بنت مهبول معلش معلش. طبعا ما هي مراتك لازم تجيب لها الكاني والمال. لا على الورق بس. طب يا اخويا جالك جواب من الصعيد. جد فضل مات؟ عيب يا واد الكلام ده، حد يقول كده برضه؟ ما هيبعتوا جواب ليه يعني؟ ما لازم يكون مات او في حد مات. هو ده يا معلم 100 100. ده مش 100 100، ده 1000 ال1000. ربنا يخليك وتعيش وتجيب بقى الجزمه او الكوتشي عشان بس الطعم يكمل. ده انا جايب لك الدنيا دي كلها، ده حقك يا حمار. كده انت بقى تخش الكليه برنس ولا ايه النظام؟ لا الكليه دي ما تقلقش منها خالص، الامتحانات قربت وانا نازل دح. بس انت فهمني حاجه واحده بس، انت الفلوس دي جت لك منين؟ مفيش، عملت مصلحه كده وربنا كرم بيرشين. ولما ربنا يكرم تقوم تبعزقهم في الهوا كده يا ابني. جرايه هما بس، هو انا لما اجيب لامي هديه ابقى بعزق في الهوا؟ ربنا يخليك ليا يا ابني، ما يحرمنيش منك. فين يا اشجان الجواب اللي جاي من البلد؟ صلى على النبي. وسقف الاوضه بيلعب ليه؟ علشان اشجان ماشي عليه. تعالي تعالي. سلام عليك يا زيزو يا برنس. لو المقاسات ايه على الشعره؟ مين اللي جاب لك الحاجات الحلوه دي؟ تتكسفي ها؟
عايزك بقى ايه؟ بص تشيلي ده. ايوه ما تخافيش ما تخافيش. ايوه اللهم صل على النبي. قمر نجفة فين الجواب يا بنت يا اشجان؟ فوتك مرة تخلي من حكايه الجواب دي. جدي فضلي بيسلم عليك يا عبد العزيز. شو مكسوفه تقولي له بعتوا له قسيمه الجواز ولا ايه؟ جواز مين ياما؟ جوازك يا ولا. انا؟ ايوه انت. جواز. صدقني كنت ناسي. ضحك عليا يا عبد العزيز والنبي ما تسكت. خلاص بقى انت مكبره الموضوع ليه؟ خلي القسيمه معاكي. انت هتلبس رايح فين؟ انت لسه جاي يا ابني. عندي مصلحه كده لما افتكرتها هروح اقضيها صد رد يعني. انت بتقعد تاكل لك لقمه الاول. دي اشجان عامله محشي كرنب هتاكل صوابعك وراه والله. كرنب؟ كرنب. خلاص اغرفيه. تبقى